هلا انتم بتقدروا شباب بخصوص البروجكت اللي هي find a paper, find a recent paper. يعني خلينا نحكي 2018 أو 2017, يعني زي هيك لحد let's say 2000 و يعني let's say for the past five years, من 2018 لهون 2013 يعني بالفترة هاي. So find a recent paper in a DSP topic in a well known DSP topic and convert it to a report. And replicate the results. يعني على الأغلب حتستخدموا MATLAB مشان تعملوا replication للresults, أو ممكن تستخدموا أي software أنتوا familiar with. بس الفكرة إنه الcondition إنه the paper, يعني هاي خلينا أحطها remark. The paper has to be approved by me. تمام. ومشان ال search تبعك إذا كنت تعملوا research عن الموضوع تقدر تستخدموا easy proxy. So you can use you. Can use اللي هو databases بالجامعة اليرموك اللي هو ezproxy.yu.edu.jo. تمام, هذا حيدخلكوا على حدخلوا الايميل تبعكم تبع الجامعة والcredentials تبعتكم اللي بستخدموها مشان تدخل على الايميل نفسه اللي هي I guess ID number at yu.edu.jo والpassword تبعتكم. فراح تلاقي كل الـ databases I guess easy proxy. هاي مثلا أنا بدخل الإيميل تبعي والباسورد تبعتي, هاي دخول. فبتلاقوا كل الداتابيسز هذول, شايفين الاي سي ام, ديجيتال لايبرري, الانوال ريفيوز, الامريكان كيميكال سوسايتي. بس انتوا حتستخدموا على الاغلب اي تريبل اي اكسبلور. هاي فهي لما تستخدموا هلا باك تو سيفتي. ليش اعطاني مشكله هيك؟ يور كونكشن از نوت برايفت. الديت 15/10/2018 الساعة 2:08 unsafe. بس فهاي إذا بتلاحظوا IEEE under Yarmouk University, شايفين هون. فهلا إذا بتقدروا تبلشوا تدوروا على أي شيء whatever, يعني مثلا خلينا نحكي speech processing. speech processing بيطلع لك papers كثير, let's say journal papers أو conference papers. يفضل إنه أنتوا تدوروا على transactions.
مش عارف ليش ما خبط بخبط. Accept and close. غريب ليش بياخذ وقت. يا بستخدم الواي فاي تبعتي. يا هي هذول كلهم بيبرز فيهم كلمة speech processing. اوكي مثلا هاي البيبر بدكوا اياها هاي شو 2017. طبعا هون تقدر تحدد الير يعني تحكي له احنا بدنا من 2000 بدك من 2013 حكينا صح ل 2019 apply بطلع لك بس البيبرز اللي بالفترة هاي. يا اي حدا بيختار بيبر يبعث لي اياها يعني خذوا وقتكم ولا شيء مش يعني تبلشوا تبعثوا لي هيك راندوملي لما انت تكون يعني يعني فاين وذ ذا بيبر ابعث لي اياها يعني تقدر تشتغل عليها بتقدر تعمل ابلكيشن للريزلتس تبعتها ولا لا. اي شيء فيه سيجنال بروسيسنج بي اس بي ايمج بروسيسنج بيصير. هاي البيبر مثلا شايفينها تقدر تنزلها وتعمل هاي حتى واحدة عربية اللي عملت شو اسمها شكلها إيرانية يمكن تعملوا داونلود من هون عادي. ماشي شباب في حدا عنده أي سؤال؟ طبعا هذول كلياتهم في داتابيس ممكن تستخدموا الداتابيس الثانيه تبعت اليرموك هاي كلياتهم هذول داتابيس ممكن تلاقي بالبروكويست هاي بروكويست شايفينها انا لو استخدمت الادج احسن كيف اه بدكم تحولوه لريبورت وتعملوا زي ديفنس بالاخير باخر الفصل. كيف يعني في عندكم مثلا جرافس معموله بالماتلاب مثلا منشوره بالبيبر كنت تعملوا ريبليكيشن للريزلتس يعني تعملها انت تطلع يعني تكتب الكود وتخلي الماتلاب يسوي ران ويطلع الجراف تمام بدون ايش؟ لا كل شيء بدكم تعملوا شيء فول ريبورت يعني ممكن البيبر تكون 10 صفحات تصير مثلا 20 صفحه ريبورت او 30 صفحه لانه بدكم ترجعوا للريفرنسز كمان الموجوده بالبيبرز تكون صوره كامله يعني بحيث انكم لما تعملوا ديفنس تكون فاهمين افري سنجل ديتيل بالبيبر هيك يعني. ايش؟ لا ممكن تحتاج ترجع للبيبرز لانه البيبر بتكون مستنده للريفرنسز فممكن وانت تدرس وانت يعني تدرس البيبر بتلاقي في بارت ما فهمتيهوش بيكون ريفرنسد سموير بالريفرنسز فبترجع للريفرنس عشان تفهمي اكثر وبالتالي يعني 10 صفحات صحيح بتكون بيبر بس بتصير اكستندبل. الحلو بالادج هذا بالمايكروسوفت ادج انه في ترانسكرايبنج واحد ممكن يكتب اذا كان طبعا اذا كان تابلت يعني زي شايفين زي هيك يعني ممكن واحد يكتب على الويب بيج فانتم بتقدروا تستخدموا هاي الانترنت اكسبلورر او في البروكويست هاي حكيت لكم عنها البروكويست وينها
ProQuest هاي هاي عبارة عن كل الثيسس الثيسس اللي هما ماستر ثيسس أو بي إتش دي ثيسس بالعالم. يعني ممكن تلاقوا طالب دكتوراه تخرج السنة أو السنة الماضية موجود له الثيسس تبعته رسالة الدكتوراه تبعته أو رسالة الماجستير موجود. فكمان هاي بتعطيكوا ديتيلز أكثر كمان. تايلر أند فرانسيس هذو كلهم جيرنالز مشهورين. أولدريخ كل هذول الداتابيسز ار افيلبل فور يو جايز. تمام شو بيعمل؟ وصلوا النتيجة إنه هذا الصوت ناتج عن إكوبمنت موجود في مجرة أبعد من مجرتنا بكذا. خبر كبير على موقع أرتي. يعني في صوت تحليل دي اس بي حلله جزء يكون بقول لك راح ولا أبعد من جزء يكون الصوت هذا 50 years ago موجود. يعني بيقدر واحد يسوي ريكفري ل نظري نسبي بيقدر واحد يسوي ريكفري لمعركة أحد معركة اوكي شباب خلينا نبلش. في حدا عنده مشاكل اي سؤال؟ اوكي خلينا نبلش. احنا وصلنا لعند ماشي. فهذا الايزي بروكسي ويوز يور كريدنشلز اون يوز your personal YU credentials to log in. I guess the ID download the ID number download محسوب عادي ما حدث ال 24 ساعه محسوب لكود خلصها بدي استنى 24 ساعة وراها هو مش كثير يعني قبل الداونلود. ID@yu.edu.jo هذا الاي دي نمبر طبعا وبس والباسورد بعدين. اوكي طيب هلا خلينا نبلش ب causal LTI systems. حكينا شو معنى كلمة كازل. يعني إذا بتطلع على الكرنت أوتبوت للسيستم طبعا الكازل الكوزاليتي هي صفة بنطلقها على شو؟ على السيستم ولا على السيجنال؟ هي اكشلي بنقدر نطلقها على اثنين بس خلينا هلا نحكي عن السيستمز. هلا بنحكي عن ال تي اي سيستمز اللي هم لينير اند تايم انفيريانت. كازل يعني انه الكرنت أوتبوت بيعتمد على الكرنت انبوتس او البريفيوس انبوتس اللي هي واي Let's say يعني لو كان هنا هذا h of n هذا عبارة عن LTI system ال input تبعه x of n وال output let's say y of n. فإذا كان causal causal إيش معناها؟ يتضمن إنه إنه h of n يعني كيف بتأكد إنه this is causal or not or non causal؟ بروح بطلع على h of n. إذا كان h of n يساوي 0 for n less than 0 وفيش تساوي عند الزيرو يعني we don't care يعني we don't have to worry about اللي هو عند الزيرو when n is equal to 0 بس قبل الزيرو بطلع على النيجاتيف بارت. اذا كان زيرو بيكون سيستم از الامبلس ريسبونس. اذا كان زيرو قبل النيجاتيف قبل الزيرو بيكون كازل. اذا كان في بالنيجاتيف بارت اي شيء غير زيرو بيكون نون كاز. تمام طيب خلينا نثبتها هذا الاش بروف. كيف نثبت هذا الاشي؟ الاثبات سهل. اول شيء احنا شو بنعرف؟ بنعرف ان العلاقه بين الاوتبوت والانبوت شو هي اللي هي الكونفولوشن x of n convolved مع h of n. تمام وهي حكينا فيها لها تو في عنا flexibility انه ممكن اثبت واحد واحرك الثاني مش هيك من k من k تساوي minus infinity ل infinity بروح لواحد منهم بثبته والاسهل خلينا نثبت الاتش لانه في لها كونديشن عشان نحققه. بنقدر كمان نثبت الاكس بس خلينا نثبت الاتش اللي هو الامبلس ريسبونس. فبصير اتش اوف كي والاكس شو بصير فيها ان ماينس كي. خلينا نشوف التو اوبشنز يعني نثبتها ولا بس خلينا نثبت هلا الاتش اوف كي. هلا الاتش اوف كي قبل الزيرو
صفر، فشو بصير؟ اذا يتضمن انه اول شيء او عفوا if h of n تساوي 0 for n less than 0 شو بصير؟ يتضمن انه y of n تساوي summation من k تساوي من وين بلش بصير؟ من 0 ل infinity ل h of k x of n minus k. طب هلا كيف بفحص الكوزاليتي؟ بروح بطلع على الكرنت اوتبوت. كرنت اوتبوت شو هو؟ y of n نوت، يعني n نوت where n نوت is the present time let's say. هاي شو بصير تساوي؟ من k تساوي 0 ل infinity ل h of k اللي هي بتبلش اللي يصير لها value بعد الصفر ل x of n نوت minus k. اذا y of n نوت تعتمد على شو؟ لاحظوا لما تكون k تساوي صفر شو بصير؟ تعتمد على ايش؟ على x of n نوت اللي هي شو؟ الكرنت انبوت. طب لما تكون الكي اكبر من صفر اللي هي اصلا شو بتتغير من صفر لانفينيتي يعني بوزيتيف نمبر، ان نوت ماينس بوزيتيف نمبر شو بصير؟ باست. وبالتالي واي ان نوت ديبندز اون اكس اوف ان ليس ذان اور ايكوال ان نوت، مش هيك؟ اللي هو هذا شو مفهوم ايش هذا؟ الكوزاليتي. فهذا كوزال. ونفس الشيء لو ثبتنا العكس، هذه لو ثبتنا الاكس شو بصير؟ اور لو كانت y of n تساوي اللي هو summation من k تساوي minus infinity ل infinity، لو بدي اثبت الاكس بصير x of k والh of ايش؟ n minus k. طيب سوري، طيب if h of n تساوي 0 for n less than 0 شو بصير؟ خلينا ناخذ مثال. يعني شوفوا لما تكون ال h of n صفر قبل الصفر، اذا بدي اعمل لها اول شيء بدي اعبر عنها بدلاله k تتغير؟ لا، بتضلها صفر قبل الصفر. لما اعمل لها reversal اللي هي الماينس هاي بتصير ايش؟ بتصير صفر بعد الصفر صح؟ وإلها value قبل الصفر لما عملها time reversal. بعدين ال n هاي شو معناها؟ أشفتها لعند n، فبصير بصير من وين لوين إلها قيمة؟ من minus infinity ل لل n. تمام؟ إذا هاي بتصير تساوي، إذا يتضمن إنه y of n تساوي summation من k تساوي minus infinity لوين؟ لل n، لل x of k h of n minus k. طيب خلينا نحسب y of n not مشان اعمل تشيك على الكوزاليتي. y of n شو تساوي؟ من k تساوي minus infinity لل n، لل n ايش؟ لل نوت صح؟ ل x of k h of n minus n نوت minus k. شيك؟ طيب فشوفوا لما ال k تساوي n نوت شو بصير؟ x of k x of n نوت اللي current input. طب لما تكون بين ناقص infinity و n نوت بتكون past صح؟ فنفس نفس الاشي صح؟ نفس النتيجة. اوكي؟ اذا بستنتج كمان انه هون y of n نوت بيعتمد على ايش؟ depends on x ل n اللي less than or equal n نوت اللي present or past values، ومعناته هذا ايش؟ so in both cases يعني whether you fix the first one or the second one بعطيك اللي هي نفس النتيجة اللي هي إنه the signal is what is cause. هاي عبارة عن إيش؟ هاي هون present أو current or present يعني let's say present or past inputs. كيف؟ أقل past. Yes. هلا ملاحظة. هلا كلمة حكينا كلمة causal بنطلقها على system
اذا كان الامبلس ريسبونس له 0 قبل 0، بس كمان بنطلقها على السيكونسز، على السيجنلز يعني اللي هو ديسكريت تايم سيجنلز. فبحكي x of n is a causal sequence او let's say if x of n كانت تساوي 0 for n less than 0 تمام، بس قبل 0 عند 0 ما بهمناش. بحكي انه x of n is what is a causal sequence تمام. و otherwise يعني if x of n لا تساوي 0 for n less than 0 يعني اي شيء بنفي الستيتمنت هاي، بحكي انه x of n is what is non causal is a non causal sequence. Is a non-causal sequence. تمام؟ طيب. طيب لو كان السيستم الـ LTI system كان causal، خلينا نحسب by then شو بصير؟ So for a causal LTI system بس كان الـ input is also causal with a causal input، يعني الـ H causal as a sequence والـ input as a, is with a causal input والـ input is causal يعني H 0 قبل 0 with a causal input X of N يتضمن. خلينا نحسب الـ output شو بصير، شو بتتوقعوا؟ هل الـ output تطلع causal كمان؟ خلينا نشوف. summation من n من عفوا من k تساوي minus infinity ل infinity ل let's say خلينا نثبت الايش ال h ولا ال k، خلينا نثبت ال x مثلا x of k h of n minus k. طيب هلا حكينا انه ال input is causal معناته ايش؟ 0 قبل 0، اذا هذا بصير يبلش من وين؟ من عند الصفر. وال h of وال h of n is also the causal sequence لانه السيستم از كازل معناته 0 قبل الزيرو، وبالتالي بتبلش من عند الصفر، بس هي اصلا رننج اندكس از كي معمول له ريفرسال، فصارت صفر بعد الصفر، وقبل الصفر لها قيمه، وبعدين بشفتها لان فبصير لها قيمه من وين لوين؟ من اقصى انفينيتي ل ان، فبصير هاي تنتهي وين؟ عند ان، هاي تاثير على السميشن، فبصير السميشن من وين لوين؟ من كي تساوي 0 الى ان ل اكس اوف كي اتش اوف ان ماينس كي. هاي اذا كان السيستم is a causal system with a causal input. LTI system, a causal LTI system with a causal input. ولو عملنا العكس نفس الشيء. يعني لو ثبتنا ال H وهذيك X of N minus K نفس الفكرة. اوكي؟ اللي بثبتها بتأثر على summation وبتخليه يبلش من صفر، واللي بعملها time reversal time shifting لعند N بتصير ينتهي summation عند N. نفس ال إذا شو بستنتج؟ لاحظوا Y of N لاحظوا الان بتتغير من وين لوين؟ من 0 ل n يعني قبل بعد الصفر، وبالتالي قبل الصفر قديش قيمه y of n؟ 0. اوكي؟ معناته اذا بستنتج انه ايش؟ انه y of n as a sequence is what؟ is a causal sequence as well. طبعا ضمن الشروط هاي انه اذا كان السيستم is causal with a causal input. خلينا ناخذ اكزامبل. حكيت لكم المره الماضيه عن الستيب ريسبونس مش هيك؟ فلو كانت h of n، اذا كنت بعطيكم سيستم let's say LTI system الامبلس ريسبونس له a to the power n u of n، وكانت الابسولوت فاليو لل a less than 1 يعني ال a ايش مالها فراكشن تمام؟ Determine the unit step response. شو يعني unit step response؟
يعني بدي ادخل على الانبوت يونت ستيب واشوف شو الاوتبوت اللي بيطلع. فالستيب ريسبونس بالمزوله بالرمز ايش؟ اس اوف ان. شو يساوي؟ اللي هو يو اوف ان كونفولف مع اتش اوف ان، يعني يو اوف ان كونفولف مع a to the power n u of n. شيك. خلينا نرجع للديفينيشن لانه ها بقدرش استخدم الطريقه لانه هون infinite sequences هذول ولا لا. فبدي ارجع للديفينيشن. الديفينيشن بيحكي شو؟ من k تساوي minus infinity ل infinity بدي اثبت وحده، وبالعاده بثبت اللي فيها terms اكثر، فاللي هي a to the power k u of k هاي بثبتها، والثانيه هذيك شو بعمل فيها؟ بعملها time reversal time shifting. هاي شو تأثيرها؟ بتخلي الصميشن بلش من عند الصفر، وهاي بتأثيرها بتخلي الصميشن ينتهي عند الام، تمام؟ فبصير الصميشن من وين لوين له قيمة؟ من زيرو إلى ام، لإيش؟ لـ AK. طب قديش قيمة الـ U of K و U of minus K بالفترة هاي من زيرو إلى ام؟ واحد، واحد ضرب واحد، أوكي؟ وبالتالي AK، فهاي شو تساوي؟ تساوي A to the power zero اللي هي واحد، minus a to the power infinity كم؟ a to the power infinity هاي زيرو صح؟ ليش؟ ليش زيرو؟ على واحد ناقص a، لأنه ال a is a fraction is a fraction صح؟ أقل من واحد، يعني نص to the power infinity كم؟ صفر، بينما اثنين to the power infinity is infinity. بس هذا الحكي متى؟ for what values of n؟ for n greater than or equal زيرو. او بقدر احكي شو؟ بقدر احكي اذا يتضمن انه s of n شو تساوي؟ تساوي واحد على واحد ناقص a multiplied by what؟ by u of n. عفوا مش infinity، I'm sorry n plus 1. طب هيكو كويسين هنا n plus 1، انا فكرت infinity هي n plus 1 لانه الابر ليميت هنا از يعني فاينايت مش انفينيتي. فهي بصير هيك 1 1 ماينس a to the power n plus 1 يو اوف ان. هذا هو الستيب ريسبونس. طيب لو حكيت لكم هذا الستيب ريسبونس طلعوا لي الامبلس ريسبونس شو بتعملوا؟ اللي هو الفيرست ديفرنس صح؟ لاحظوا هنا هاي ريمارك h of n شو تساوي؟ تساوي s of n minus s of n minus 1. s of n شو تساوي؟ 1 ناقص a to the power n plus 1 على 1 minus a في u of n minus 1 minus a to the power n على 1 minus a في u of n minus 1 صح؟ هو المفروض شو يطلع؟ المفروض h of n شو تساوي؟ a to the power n في u of n. هاي اذا بتعملها manipulation تطلع نفسها ذيك. طبعا كيف تتاكد انها نفسها؟ روح خذ عوض مثلا for n equal 0 شوف قديش قيمتها هاي، شوف قديش قيمتها فوق، حتلاقيها نفسها. يعني هو مش شرط يطلعوا الاكسبريشنز identical بالماث، بس لازم لما تعوض values فيهم يعطوك نفس الفاليو، اوكي؟ يعني هذا I guess can be easily manipulated to يعني مشان تثبت انه يساوي a to the power n. اكيد هذا راح يطلع يساوي ايش؟ a to the power n u of n. اوكي طيب خلينا هلا نروح على الستابيليتي. stability of LTI systems. طيب متى بحكي انه سيستم ستيبل؟ if a bounded input اعطانا bounded output بحكي انه السيستم is what is stable. otherwise يعني اذا bounded input اعطانا unbounded output او output ضلوا يزيد مع الزمن بيكون السيستم is what is unstable.
طيب خلينا ناخذ خلينا نثبتها هاي. طيب كيف بفحص الاستابيليتي؟ يعني اذا اعطيتكم اتش اوف ان كيف تفحص الاستابيليتي؟ طبعا اذا مو كيف بعبر عن السيستم، حكينا في ثلاث طرق بنعبر عن السيستم، على ديسكريت تايب سيستم، يا بعطيكم الانبوت اوتبوت ريليشن شيب واي ذن از ا فانكشن اوف اكس اوف ان، او بعطيكم الاتش اوف ان اللي هو الامبولس ريسبونس از ا فانكشن اوف ان يعني، او ديفرنس ايكويشن صح؟ شيك. فلو اعطيتكم الاتش اوف ان كيف تحب تعملوا تشيك على الاستابيليتي؟ اوكي بيبو ستيبل اللي هي باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل. طبعا احنا حكينا قبل هاي حكينا شو معنى باوندد انبوت، يتضمن انه x of n اللي هي الانبوت اذا باخذ له الابسولوت فاليو بيكون اقل من او يساوي سم كونستانت m. طيب باوندد اوتبوت نفس الشيء y of n ابسولوتلي اقل من او يساوي another constant اللي هو r، يعني x of n بالامبلتود محصوره بين خطين افقيات اللي هي m وماينس m وهذيك r وماينس r. هاي معنى الباوندنس. اذا باوندد انبوت اعطانا باوندد اوتبوت بحكي انه سيستم ستيبل. طب كيف من h of n باوندد انبوت اعطاني باوندد اوتبوت يتضمن انه بسموه بيبو ستيبل. طيب كيف بتاكد انه السيستم از بيبو ستيبل؟ يتضمن بيبو ستيبل يتضمن انه انه السميشن ل h of n او h of k whatever الاندكس خلينا n نقول من n equals minus infinity ل infinity لازم يكون هذا شو اقل من infinity. يعني اذا بروح بجمع بطلع على h of n as a sequence. طبعا h of n شو هي؟ عبارة عن discrete time sequence discrete time signal samples، يعني ممكن تكون هاي samples positive ممكن تكون negative. فانا شو بدي اخذ لها الابسولوت فاليو كلهم بصيروا شو بوزيتيف، لازم اجمعهم من ناقص انفينيتي لانفينيتي اطوال السامبلز هذول لازم يعطيني ايش فاينايت، يعني 5 10 100 مليون او نيجاتيف نمبر صح؟ بصير يعطيني نيجاتيف لا ابسولوت فاليو لا لازم يكون بوزيتيف نمبر وفاينايت مشان يكون السيستم از وات از ستيبل. وهي بالحكي بقدر احكيها in other words IE يعني in other words h of n اللي هو الimpulse response of the system must be absolutely لانه في absolute value صح absolutely وكلمة مشان summation وقل summable بسموها يعني should be absolutely summable ماشي لازم هذا هو الcondition اللي اتأكد منه to check the stability of the system. بالcontinuous شو كان الcondition يكون؟ مش summation integration من ناقص infinity لانفينيتي للabsolute value ل h of t لول impulse response of the system لازم يكون اقل من infinity يعني finite. والcondition شو اسمه؟ انه h of t لازم يكون شو absolutely integrable اللي هي عكس يعني let's say اللي هي continuous equivalent ل absolutely summable. تمام؟ example عفوا قبل هيك خلينا نثبت هذا الاشي. كيف بدي اثبته؟ انا شو بدي اثبت؟ بدي اثبت انه اذا تحقق الكونديشن هذا اللي هو او انه السيستم بيكون summable عفوا بيكون stable يعني bounded input بعطينا bounded output اذا هذا الكونديشن كان متحقق. هذا اللي بدي اثبته. فكيف بدي اثبت هذا الحكي؟ اول شيء برجع للعلاقة اللي بتربط بيناتهم هي شو؟ اللي هي x of n convolved مع شوفها. تمام؟ وهي شو تساوي بالدفنيشن من كي تساوي ماينس انفينيتي لانفينيتي. الاحسن مشان انا اشوف انا بدي اشوف شو الكونديشن اللي لازم احققه اتش اوف ان مش اللي هو لازم يكون ابسولوتلي سامبل. هلا بدنا نشتقه هذا الكونديشن. فالاحسن شو اثبت الاتش ولا الاكس؟ الاتش صح؟ فهي بخليها بدلاله اتش اوف كي والاكس هي بدلاله ايش؟ ان ماينس كي. طيب هلا كيف بفحص الاستابيليتي؟ اذا حكينا اذا كان الانبوت جيفن بروح بتاكد انه باوند، اذا مش جيفن شو بعمل؟ بفترض انه باوند. سو اسيوم انه x of n absolutely
is less than or equal some constant m, وهذا equivalent انك تحكي انه الانبوت is what is bounded, is a bounded, يعني we have a bounded input. هلا احنا افترضنا انه الانبوت is bounded, شو لازم اروح اعمل تشيك على الاوتبوت انه اذا bounded ولا لا. كيف بعمل تشيك على الاوتبوت؟ باخذ له الايش, الابسولوت فاليو, صح؟ والابسولوت فاليو لهذا الشيء شو بدي اخذ الابسولوت فاليو للسميشن هذا كلياته, مش هيك؟ من k تساوي minus infinity ل infinity لل h of k x of n minus k. طيب شو رايكم, بقدر ادخل السميشن جوا, عفوا الابسولوت فاليو جوا السميشن؟ يعني بقدر اعمل هيك سميشن من k تساوي minus infinity ل infinity لل absolute value ل h of k في x of n minus k, بقدر؟ صح ولا غلط؟ متأكدين؟ غلط صح؟ طب شو كيف دخليها صح تصير؟ طيب ما هي أكيد هذول إذا مضروبين ببعض بقدر أخذ الأبسولوت فاليو لهم, هذا هيك صحيح. يعني مثلا 2 ضرب 3, 2 ضرب 3 شو يساوي؟ يساوي 2 في 3 صح؟ ويساوي 6 صحيح. يعني يعني الأبسولوت فاليو بتتوزع على المضروبين ببعض, بتتوزع عليهم تمام. بس وين الغلط هون؟ انه بلكي بلكي نيجاتيف قاعد تجمع انت, فشو بصير؟ يعني مثلا 1 ناقص 3 ابسولوتلي هل هذا يساوي 1 ناقص 3 هيك يعني؟ ما هي ايش معنى summation؟ انه في اشياء مجموعه لبعض صح. هذا ال h of k في x of n minus k حيعطيك quantity بالاخير, هل هي positive او negative؟ اذا كان positive, اذا كان الترمز هذول كلياتهم positive فيش فرق صح, شو بصير؟ بصير في equal صح. بس لو كان منهم اشي negative فانت بدك تروح اول شيء تعمل يعني بدك تطلع النتيجة, أول شيء بدك تطلع النتيجة, إذا طلعت نيجاتيف إذا كان في جزء من التيرمز نيجاتيف رح يقلل من المقدار صح ولا لا؟ صح؟ يعني هون شباب هاي 1 زائد 2 زائد 3 هذا يساوي شو؟ 6 صح؟ اللي هو نفسه أني أخذت الأبسولوت فاليو اللي هي 1 زائد 2 زائد 3 الأبسولوت الواحد زائد الأبسولوت, بينما هاي 1 ناقص 2 زائد 3 مثلا طلع في جزء نيجاتيف هون اللي هو ناقص 2, ها شو يساوي؟ 1 ناقص 2 ناقص 1 زائد 3 2, ابسولوت ابسولوت 2 يساوي 2, هو ابسولوت يساوي 6. طيب لو اخذت الابسولوت فاليو لكل وحده بصير 1 زائد ابسولوت الناقص 2 اللي هي 2 زائد ابسولوت ال3 اللي هي 3 اللي بتطلع 6, بس 2 هون طلعت شو؟ اقل من 6. اذا معنى ذلك لما يكون واحد من الترمز اللي جوا نيجاتيف شو بصير المقدار؟ بقل ولا بيكبر؟ بقل, وبالتالي اي اكبر, الحد اللي تحت ولا الحد اللي فوق؟ اي اكبر وبالتالي هذا اقل من او يساوي تمام. هيك صارت صح. طيب احنا حكينا انه x of n او انتوا احكوا لي هذا هاي شو رايكم فيها as a, يعني as a value as an amplitude, الamplitude لهاي الترم هذا x of n minus k اقل من او يساوي m صح؟ ليش؟ لانه هي x of n بس معبر عنها بدلاله k ما تغيرتش, الamplitude ما بيغير صح؟ لما عبر عنها بدلاله variable ثانيه عملت لها reversal بتتغير الamplitude؟ لا, شفتتها لليمين او الشمال ما بتغير, وبالتالي هاي دائما بتضلها ايش؟ bounded كمان اللي هي time reversed and time shifted value version of x of n هي عبارة بضلها ايش؟ لانه هذا time transformation ما بيأثر على الamplitude اوكي, فهي بضلها اقل من او يساوي n. طيب معناته قديش الماكسيمم فاليو لهاي الترم هذا؟ m هو اكبر فاليو, هي اقل من او يساوي m معناته m هي اكبر فاليو لها, وبالتالي هذا اقل من ايش؟ من m في summation من k تساوي minus infinity, يعني استبدلت الترم الثاني بالماكسيمم فاليو وبالتالي ظل اقل من او يساوي صح؟ يعني ظل اكبر, يعني اخذت الماكسيمم فاليو للترم اللي على اليمين.
فطلعت الام عامله شو ظل هون h of k k بس absolutely. طيب متى y of n بتكون bounded؟ اذا كانت absolutely اقل من او يساوي ايش some constant اللي هو r سميناه صح. وهذا الار شو لازم يكون finite، يعني مش لازم يكون يساوي شو، لازم يكون اقل من infinity، يعني لازم يكون finite عشان يصير r يعني يساوي finite value. اذا يتضمن سوري نروح الصفحه بعديها. اذا يتضمن انه y of n for y of n to be bounded for y of n to be bounded يتضمن انه y of n absolutely لازم تكون اقل من ايش؟ اقل من او تساوي r اللي هي اقل من infinity. طيب y of n absolutely معناته y of n احنا كنا y of n absolutely ايش؟ اقل من او تساوي ايش؟ m في summation من k تساوي minus infinity الى infinity لل h of k absolute value. هاي بدنا اياها لازم تكون اقل من ايش؟ هاي كانها r، هاي كانها ايش؟ r، بدي اياها تكون اقل من انفينيتي. اذا يتضمن شو؟ يتضمن انه السميشن شو لازم يكون؟ من ناقص انفينيتي لانفينيتي للابسولوت فاليو ل h of k، اذا مش عاجبتكم k خليها n عادي، لازم يكون اقل من ايش؟ من انفينيتي اوفر m اللي هي كم؟ انفينيتي صح؟ هذا هو الكلش. وهو يعني معنى اخر اذا بدي تشيك الاستابيليتي بدي احكيها بدي اعمل ايه؟ دام تتاكد انه the h of n is absolutely summable. خلينا ناخذ اكزامبل. في حدا عنده سؤال؟ لو كانت لو كان في عنا LTI system impulse response LTI يساوي a to the power n u of n determine the values or the values of a the values of a for which the system is what is what state. يلا كيف احل السؤال؟ بدي اتاكد انه this h of n is what is absolutely summable، فبدي اروح اخذ السميشن من k تساوي minus infinity ل infinity للابسولوت فاليو لايش؟ لل h of n اللي هي عباره عن ايش؟ a n u of n، بس لازم يكون هاي n، يعني انتم حرين استخدموا الفاريبل بريح. لازم بدي اشوف هل هي اقل من انفينيتي ولا لا، هذا اللي بدي اعمل له تشيك. اوكي هذا اللي بدي اعمل له تشيك. فيلا شو بتساوي هاي اليو في ان؟ شو تاثيرها؟ بتخلي السميشن يبلش من ايش؟ من ان تساوي 0 ل انفينيتي، و اي ان a to the power n هاي شو طبعا بغض النظر شو ال a whether it is a fraction or ولا لا، او احنا اصلا بنحدد الفاليوز اللي يعني ممكن تكون اقل من واحد او اكبر من واحد، احنا بنحدد الفاليوز اللي بتعطينا stability. في داعي احط absolute value لل a to the power n؟ شباب هي هيك شكلها، يا هيك يا هيك، they always positive صح ولا لا؟ مش هيك؟ فهي شو تساوي؟ كيف؟ يعني نقدر. طيب خلينا نعمل هيك بصير، يا اذا كانت الـ A negative بصير فيها
يعني minus a minus a to the power n. هاي شو تساوي؟ minus 1 to the power n في a to the power n. و minus 1 to the power n مرة positive negative مرة positive صح؟ يعني ال oscillations ال samples مرة بصيروا يطلعوا فوق مرة بصيروا ينزلوا واحدة لفوق يعني هيك مش في واحد هيك واحد هيك مرة sample فوق مرة sample تحت sample فوق sample تحت صح؟ أو هاي إذا كان decaying إذا كان growing العكس بصير بس في oscillations ماشي بسموها oscillatory series. طيب هاي شو تساوي؟ تساوي absolute a to the power 0 اللي هي كم؟ 0 هاي absolute a to the power 0 اللي هي 1 minus absolute a to the power infinity على 1 minus absolute a. هاي مشان تكون convergent مشان يكون لها finite value شو لازم تكون؟ شو الكونديشن؟ لازم اللي هو ابسولوت اي طبعا ابسولوت للابسولوت اي اه يعني كانه ابسولوت اي از نو فاريبل فكانه هيك يعني هاي لازم تكون اقل من ايش واحد طبعا ابسولوت الابسولوت شو نفسه اذا ابسولوت اي لازم تكون ايش اقل من واحد مشان السيستم يكون شو ستيبل تمام لانه هيك بيكون ابسولوتلي سامبل اتش اوف ان از ابسولوتلي سامبل فبيكون السيستم از وات is stable. Another example. لو كانت h of n LTI system تساوي a to the power n lem for n greater than or equal 0 و b to the power n for n less than 0 برضو نفس الشيء determine the values of A and B for which the system is stable. Solution. كيف نعمل نفس الشيء برضو summation من k تساوي minus infinity ل infinity لل h of k أو n whatever خليها ال n متعودين على n ل h of n absolutely شو تساوي هلا هاي شو تساوي so summation من n تساوي minus infinity لل minus 1 بدي استخدم شو اللي هي b to the power b صح b to the power n لازم تكون ايش absolute زائد summation من n تساوي 0 ل infinity ل a to the power absolute value. طيب هلا السميشن هذا من ناقص انفينيتي لانفينيتي بقدر اخليه يصير من ناقص اعكسه يعني من ناقص واحد لناقص انفينيتي بقدر بقدر ولا لا جابوني يا شباب بس اعكس الحدود يعني من ناقص انفينيتي لناقص واحد هي هون صح بقدر اخليه من ناقص واحد لناقص انفينيتي فيش مشكله ليش لانك تبلش تجمع من الأخير الأول أو من الأول الأخير مش فارقة طيب بقدر أخليها من واحد لإنفينيتي بقدر لا مش نفس الإشي لازم أعمل تغيير إذا بدي أخليها تصير من n equals 1 to infinity من واحد لإنفينيتي بدي أعوض محل كل n شو minus n تمام طبعا بقدر أدخل الأبسولوت فالي على البي وأطلع الn برا هيك فهون بتصير ايش او هيك عفوا يعني b to the power minus n absolutely زائد summation هون من n تساوي 0 ل infinity ل a خليها خطوه ثانيه بقدر اعمل هيك كمان من n equals 1 ل infinity طبعا b to the power minus 1 to the all to the power n فبصير 1 كانه بعمل 1 على absolute ال b
all to the power n زائد صح ولا لا زائد summation من n equals 0 ل infinity ل absolute a to the power n. هاي شو بصير؟ واحد على absolute b to the power 1 اللي هي ايش؟ واحد على absolute b minus واحد على absolute b to the power شو؟ infinity على واحد ناقص واحد على absolute b زائد هنا a to the power 0 هي واحد minus a to the power infinity اللي هي plus 1 infinity على 1 minus a. بس في conditions مشان يكون ان هذولا finite. الكونديشن الاول شو هون؟ such that لازم تكون اللي هي واحد على بي الابسولوت فاليو لواحد على بي ابسولوت اللي هي يعني نفس الشيء واحد على ابسولوت بي يعني هاي كلياتها ابسولوتلي لازم تكون اقل من واحد. والابسولوت لما تتوزع على البسط المقام بتصير واحد على ابسولوت بي صح؟ هاي لازم تكون اقل من واحد or absolute b أكبر من واحد مش هيك؟ وهذيك اللي ثانية طبعا هنا absolute a صح؟ صح ولا لا؟ yeah absolute a وهناك لازم تكون إيش absolute a طبعا absolute the absolute value of a يعني the absolute value of the absolute value of a لازم تكون إيش أقل من واحد. إذا هذول هن الكونديشنز لازم تكون absolute b أكبر من واحد و absolute a أقل من واحد for the system to be what stable. هيك خلصنا الكوزاليتي وخلصنا الاستابيليتي. بس خلينا نأخذ هلا زي terminologies اللي هي مفهوم ال FIR وال IIR systems with FIRs and IIRs. شو يعني FIR و IIR؟ أول شيء FIR finite impulse response. طب شو هو ال impulse response؟ اللي هو ال h of n صح؟ لما يكون finite يعني طوله قديش؟ finite ما هي sequence مش sequence بالأخير h of n is a sequence is a discrete time signal يعني عدد من السامبلز إذا كان عددهم بعدهم finite بيكون اسمه FIR إذا كان عددهم infinity بيكون IIR. IIR شو؟ infinite impulse response ببساطة يعني. طيب لما احكي لكم causal FIR شو يعني؟ شو معنى حكينا ايوه شو معنى causal انه h of n تساوي صفر for n less than 0 بس هاي معنى causality مش هيك؟ طيب شو معنى FIR؟ انها يعني هي قبل الصفر صفر بس بعد الصفر شو؟ في عندنا finite number of samples وبالتالي after m let's say شو بتصير؟ صفر. إذا for n less than 0 and n greater than or equal m يعني لو بدي أرسمها كيف بطلع شكلها هاي؟ خلنا نرسم على الصفحة اللي بعديها. لو بدي أرسم ال FIR response ال impulse response هون شو بدي يكون n وهون شو h of n بس لإيش ل FIR فعند الصفر عند ناقص واحد شو صفر هون هاي ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاث all the way to minus infinity. عند الزيرو ما بهمني تكون صفر أو مش صفر يعني هي ممكن تظل صفر بعد الزيرو كمان بس المهم أنا بطلع causal معناها أنه صفر قبل الصفر. خلينا نقول أنه إلها value هون قديش الامبليتود تبعها هاي؟ شباب h of 0. طيب وعند الواحد مثلا واحد هاي h of 1 وفي سامبل عند اثنين
خليها مثلا نيجاتيف تكون هاي اتش اوف 2 وهكذا. هم بلكي هون صفر هون ثلاث هذولا هون عند الأربعة مثلا بغض النظر شو أطوالهم، أطوالهم مختلفة اللي هو h of what، هاي هون h of 3 هون h of 4 بعدين بدي أروح لوين؟ لا هون شو شو أحط الاندكس؟ لا مش m، m minus 1 لأنه له value صح؟ اللي هو h of m minus 1 وهون شو m شو بصير صفر وهون zeros all the way to infinity. إذن هون شو m زائد 1 m زائد 1 m زائد 2 all the way to infinity. وبالتالي هذول السامبلز إذا بعدهم عددهم finite قديش عددهم هذول قديش عددهم m في m samples مش m non zero samples هون في m non zero samples مش هيك. اذا يتضمن شو اف اي ار finite impulse response وكازا لانه بعد الصفر يعني زيرو قبل الزيرو يعني له value بعد الصفر. طيب لو حكيت لكم كازا اي اي ار شو يعني system ايش هو انه هاي معناها بس انه h of n h of n شو تساوي صفر for n less than zero بس صح. وبعد الزيرو لها values all the way to infinity ما بتخلص. وبالتالي طبعا شو هي العلاقة ال y of n مثلا هون y of n شو تساوي حكينا summation من k تساوي minus infinity ل infinity لا خلينا نثبت ال h h of k x of n minus k صح. بس هون ال y of n شو بصير من وين تبلش من الزيرو لانها ايش لانه causal i i r system يعني ال h of k زيرو قبل الزيرو وبالتالي summation بصير بلش من الصفر. طيب لو حكيت لكم لو بدنا نعمل لها realization هذا السيستم implementation يعني شو بحتاج خلينا للي فوق اللي فوق هذا شو بحتاج طبعا للواي اوف ان عشان اعمل يعني سيستم هاي علاقه انبوت باوتبوت صح عشان ابني هذا السيستم. لو كان اف اي ار بيكون من كي تساوي 0 لوين خلينا احطه هون هون واي اوف ان شو تساوي شباب سميشن من كي تساوي 0 لوين ل ام ماينس 1 صح ل اتش اوف كي اكس اوف n minus k. هون شو بحتاج مش اعمل realization لهذا السيستم بحتاج الى finite number of adders of multipliers لانه h of k مضروبة ب x of n minus k صح. بس هذول عدد multiplications بعملهم finite ولا infinite finite لانه عددهم كم m minus 1 I guess صح. ما هو يعني يعني لو كان عندنا أربع أرقام كم multiplication في 1, 2, 3 3 multiplications عددهم ناقص 1 طب كم addition كمان عددهم ناقص 1 كم كم شو بحتاج كمان memory locations مشان أخزنهم هذول صح ولا لا. طيب الثانية هاي الـ IIR مشان أعمل له realization شو بحتاج إلى infinite number of multipliers infinite number of adders and infinite number of memory locations صح مشان أخزن الـ ال values هاي. طب شو يعني إحنا في نقدر نعمل يعني نقدر نعمل realization ل IIR filter ولا لا؟ لأنه محتاج ل يعني given that we need an infinite number of adders, multipliers and memory locations. معناته إحنا منقدرش نعمل implementation ل IIR filters صح؟ هذا اللي أقنعتكم فيه والواقع إحنا منقدر نتحايل على هذا الإشي ونعمل له implementation. كيف هلا بتعلم؟ كيف؟
فخلينا هلا نروح عشان نجاوب على هذا السؤال. خلينا نروح للتوبيك الجديد. احنا وربع فعليا لما نستخدم افراد اي ار فلتر او اي ار فلتر، ايش بيفرق عمليا؟ يعني اذا اخترت مثلا بتر وورد اوردر معينه اف اي ار واي ار، ايش بيكون؟ انا بقول لك شو، كل ما يكون الكوفيشنتس للفلتر يعني طول الفلتر اكبر، الكوفيشنتس اكثر معناته الريزولوشن له اكبر، وبالتالي انت بتتحكم بالريزولوشن اوف ذا كاركترستكس اوف ذا فلتر. يعني اذا كنت بتعمل ديزاين مثلا لو باس فلتر، الايدجز بتصير تتحكم فيهم اكثر، يعني بصيروا شاربر اكثر. بس اذا كان ال وهذا راح تشوفوه، راح تعملوه على الماتلاب وتشوفوا كيف الريسبونس. لو زدتوا مثلا الاوردرز بالاف اي ار بصير احسن، بصير 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 تقرب من الاي زي الايديال كيس اللي هو شارب، يعني الايدجز بصيروا شاربر. احنا يعني ويتند احنا بنحاول نوصل للايديال، صح؟ يعني احنا بنحاول نعمل الايدجز يكونوا شارب انف، لانه انت شو معنى شارب انف؟ انك انت الكوت فريكوينسي از فيري شارب، فانت بتختارش من اللي بعد ولا اللي قبل، بتكون على الايدج. يعني اذا بدك مثلا تعمل ريكفري للصوت وكانوا مثلا ريبليكاز، اذا زي فكره الاليسينج، اذا كانوا ريبليكاز قراب من بعض فانت بدك على الايدج كيش تكون في ريلاكسد ايدجز، وبالتالي بصير لازم بصير عمليه ديزاين للفلتر اصعب. اذا كانت الكوفيشنتس اللي هم سامبلز اكثر، اكيد الكومبلكسيتي اكثر، الماثيماتيكال مانيبيوليشنز اللي بتعملها اكثر، الميموري لوكيشنز، يعني بصير كومبلكسيتي اكثر. فالموضوع اللي هو ديسكريت تايم systems described by difference equations. فحكينا احنا لو كان في عندنا سيستم، لو كان في عندنا LTI سيستم، الامبولس ريسبونس له H of N والانبوت X of N، والاوتبوت Y of N. ال H of N هذا شباب شو ممكن يكون؟ ممكن يكون FIR أو IIR، يعني بحالتين هذه، يعني finite أو infinite. فالعلاقة اللي بتربط بيناتهم هي y of n تساوي summation من k تساوي minus infinity إلى infinity. خليني أثبت ال أو either one، يعني h of k x of n minus k أو تساوي summation من k تساوي minus infinity إلى infinity. ال x هي اللي أثبتها، وال h اوكي. فالملاحظة لأنه h of n can be either or either what FIR or IIR، يعني infinite impulse response or أو finite impulse response. خلينا نأخذ الحالتين. لو كنا بنتعامل مع FIR، معناته شو بنحتاج مشان نعمل realization to realize the system؟ we need a adders، طبعا a finite number of adders، we need a finite number أو واحد اللي هما شو adders، اثنين multipliers and three شو memory locations. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان FIR. إذا كان IIR، FIIR يتضمن إنه طبعا هون إيش؟ مشان إيش؟ to realize the system، صح؟
to system. إذا كان IIR, we need an infinite number of the latter three components. صح؟ اللي هنا الادرز والمالتبلاي والميموري لوكيشنز. طب فالسؤال هنا, can we still realize IIR filters? IIR filters. الانسر شو؟ يس. وكيف هلا من we will learn this, we will learn how to do this in the next section. فهي الفكرة بشو؟ انك تحاول تعبر, اذا كنت بتتعامل مع IIR filter, infinite impulse response filter, تستخدم فكرة الريكيرجن. الريكيرجن انك تعبر عن الكرنت انبوت, عفوا كرنت اوتبوت, بدلالة البريفيوس اوتبوت. يعني انه تستخدم تستفيد من فكرة الريكيرسيف, يعني انه السيستم از ريكيرسيف سيستم. لانه اذا كان FIR ما بيكون في ريكيرجن, لانه الاوتبوت هو فانكشن من ايش؟ من الكرنت انبوت والبريفيوس انبوتس. صح؟ اذا بتطلعوا اذا متذكرين الجنرال فورم الدفرنس ايكويشن حكينا اللي هي شو؟ summation AK Y of N minus K اللي هي الكرنت انبوت الكرنت اوتبوت والبريفيوس اوتبوت. صح؟ البريفيوس ان اوتبوتس. والرايت هاند سايد شو كان؟ X of N اللي هي الكرنت انبوت والبريفيوس انبوتس. فهي هاي الدفرنس ايكويشن, بربط الكرنت اوتبوت بالبريفيوس اوتبوتس والبريفيوس والكرنت والبريفيوس انبوتس. اذا كنا بنحكي عن فاينايت امبلس ريسبونس, بيكون الكرنت اوتبوت از ا فانكشن اوف ذا بريفيوس انبوتس اور ذا كرنت اند بريفيوس انبوتس بس. يعني مش فانكشن من البريفيوس اوتبوتس, يعني ما في ريكيرجن. بينما اذا كان IIR لا, بيكون في بيعتمد على الاثنين. يس, بيكون في فيدباك. يس. فهي الفكرة السكشن هذا اللي هو اسمه recursive and non-recursive discrete time systems. Discrete time systems. خلينا ناخذ مثال احسن شيء مشان نفهم فكره الريكيرجن. خلينا ناخذ مثال اللي هو بسموه الكيوميوليتيف افريج. هلا كيف انتم لو اعطيكم فاليوز كيوميوليتيف افريج شو يعني؟ بتروح تجمع, لو اعطيك فاليوز بتروح تجمعها وتقسمها على عددها, لو اعطيك فاليو كمان فاليو جديده بتروح بتجمعها للصم القديم وبتقسم على العدد على العدد القديم زائد واحد, مش هيك؟ فخليني اسمي هذا السيستم بيعمل اللي هو الكيوميوليتيف افريج اللي هو واي ان. شو يساوي؟ يساوي بروح بجمع الفاليوز من ان ايكوال 0 ل من كي تساوي 0 خليها ل ان وات ايفر ان از. اوكي, ان بتضلها تتغير حسب يعني حسب ان, من كي تساوي 0 لان هذول قديش عددهم؟ ان بلس 1. صح؟ اذا هون تقسم شو؟ 1 على ان بلس 1 اللي هم عددهم, وهون شو؟ اكس اوف كي. شيك الان تتغير من وين لوين؟ 0 1 2 all the way to infinity. فلو اعطيتك مثلا 50 سامبل فاليوز, يعني سيكونس طولها 50, وقلت لك طلع لي الكيوميوليتيف افريج, بتروح بتعوض. يعني بدك تطلع فانكشن اوف ان,
يعني بيطلع function then بحيث لما أعوض for n equals 5 يطلع لي مجموعة أول 5 samples, for n 10 يطلع لي مجموعة أول 10 samples, average عفوا اللي هو مجموعا على عدد المشيك, هذا اسمه cumulative average اللي هو system. فهذا system كيف بدي اعمله realization؟ طبعا هذا لو قلت لكم طلعوا لي الامبلس ريسبونس تبعه شو بيطلع, كيف بتطلعوا الامبلس ريسبونس للسيستم؟ بنعوض محل الاكس شو دلتا, فبصير 1 على n بلس 1 سميشن k من 0 للn دلتا اوف n, شو المجموع دلتا اوف k, انتبهوا دلتا اوف k فاللي هي دلتا اوف 0 اللي كم 1 1 فبطلع ايش 1 على n بلس 1 1 صح ولا لا, اللي هي دلتا اوف 0 زائد دلتا اوف 1 زائد دلتا اوف 2 زائد دلتا اوف 3 زائد الى دلتا اوف n, هذول كلهم اصفار بس الدلتا اوف 0 اللي هي 1, فهذا السميشن بيطلع يساوي ايش 1 مش هيك, فمعناته h of n شو يساوي 1 على n بلس 1 هذا قديش طوله انفينيتي صح, معناته هذا اي اي ار ولا اف اي ار, اي اي ار كان وي ستيل امبلمنت ات. فشو الفكره, خليني احسب y of n minus 1 ولا نوقف هون ونكمل بعد البريك, خلينا هلا ناخذ 15 minutes break. ديدلاين لايش؟ لاخر فصل معكم اه. فبنيجي كم الساعة؟ 3:15 بنيجي 3:30 الديدلاين, بس بتكون تبلشوا تشتغلوا من هلا احسن لكم يعني. وحكيت لكم اوبشنال تقدروا تشتغلوا جروبس يا يعني ماكسيمم خلينا 2 جروبس اوف 2 اذا بتحب تشتغل لحالك ذاتس فاين كمان. بس استني خليني اوقف